شخصيات غامضة تجوب الشوارع والأماكن العامة. سر عجيب عجزنا تماماً عن حله، كرمل هيك رح نستعين بالأفضل لاكتشافه. قصي، إيش آخر التطورات؟ فينا نقول إنه مسكنا أول خيط مهم. تتوقع رح تكتشفه هو مين؟ أكيد طبعاً. اللي احنا سمعناه انهم بيهربوا منكم. بيهربوا؟ اعتبرهم فين؟ مصطفى عنا ادله قويه انه هو. شو هاد؟ انت مين؟ على فكره كل الخيوط بتجتمع هون. هذا هو. يلا بسرعه. اخيرا رح نعرف انت مين.